السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ عواشر مبروكين علينا وعليكم. اليوم غنحضر معاكم سلو سيدنا رمضان. ضروري نديرو شوية ديال سلو، مايمكنش نصومو بلا سلو. دوزو على بركة الله. عندي هنا 2 كيلو ديال الدقيق، عندي كيلو ديال الفرص، وكيلو ديال القمح، طحين ديال القمح حمرتو، انتم تشوفوا مذهب، خليوه مذهب ما تحرقوش ما يجيكم مر. عندي هنا 1 كيلو ديال الجلجلان سوا حمرته وطحنته. عندي كيلو ديال اللوز محمر ومطحون، كيلو ديال الكاكاو سوا محمر ومطحون، 1 كيلو ديال الزريعة كتان حتى هي حمرتها وطحنتها، 3 معالق ديال القرفة، 2 معالق ديال النفع، 2 معالق ديال حبة حلاوة، حبة ديال الجوزة، والمسكة الحرة، نص زلافة ديال العسل، زلافة ديال السكر كلاصي، نص زلافة ديال الجلجلان، كنديرو مكمول باش تيسلو زوين. اللوز عاوتاني تا هو حمرتو قشرتو، الزين تا هو. عندي هنا عاوتاني الزيت تا هو غليتو من قبل، خليتو برد. ودابا غندوزو طريقة التحضير. بسم الله، دابا غنبدا نخلط السلو ديالي. بسم الله، بسم الله، ديرو اللوز وكاوكاو زريعة كتان خلطين. عندي هنا الجلان تا هي الجلان، القرفة 3 معالق عندي هنا، النفع 2 معالق، الحلاوة 2 معالق، الجوزة دي حبة، السكة الحرة، زلافة ديال السكر كلاصي، الزجلان عندنا محمر، اللوز تا هما، العسل زلافة ديال العسل، نخوي الزيت. بسم الله، كسعة ديال الناس عمرات. نخلطوها بالزيت مزيان، شوفوا هنا مزيان تخلط كل الناس مع بعضياتهم، ضروري نخلطوها مزيان. الزيت كتروش الزيت بزاف، ديرو على حساب. كتر
تخرج الزيت بزاف، مع القوام كيطلق الزيت هكا واللوز كيطلقو الزيت، الزيت الجنان حتى هو كيطلق الزيت. ديرو كي تحبو نتوما، كل واحد كيبغيها، كيبغي الزيت وحال ما كيبغيش الزيت. الحلاوة ديرو كتحبو نتوما، واحد كيبغي الحلاوة وواحد مكيبغيش الحلاوة. الزيت تاهو ديرو كتبغيو نتوما. الزميطه ديالنا واجده، هانتوما بركه ما تزيدولاش، ملي كتسيبوها كتعجن بيدكم ها هكا، ما تزيدولاش حيت ملي كترقد عاد كطلق الزيت، كترج الزيت بزاف كتبقى حتى زوينه. مازال عاد كتشرب وتطلق الزيت. تنتلاقاو تشوفوا الشكل النهائي ديالها. السلو ديالنا وجد بعد ما خلطناه، جا زوين وبنين. وما تنساوش تشاركوا معنا في القناة، وبالصحة والراحة.